منظمة المغربية لحماية المال العام، رئيس مجلس وطني للمنظمة سيد سقراط. تحية للمنابر الإعلامية اللي مواكبة هذا الملف، واللي تنعتبره في المنظمة المغربية لحماية المال العام من الملفات الكبرى اللي فيها شبهة ديال الاختلاس أموال عمومية وتبديدها واستغلال النفوذ وتبييض الأموال المتحصل عليها من مال عمومي. اليوم المنظمة المغربية نتمي القرار ديال السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء في تحريكه للدعوة العمومية، لأنه الأسبوع الماضي المنظمة المغربية وضعت الشكاية معززة بتقرير ومجموعة من الوثائق اللي تتحدث على شبهة اختلاس أموال عمومية بالملايير السنتيمات، ثم كذلك شبهة تبديد واختلاس واستغلال النفوذ وتزوير في بعض البيانات من طرف إحدى المشتكى بهم. ويعني وكنا تنتظروا القرار ديال السيد الوكيل العام، مشكورا لأنه نشكره من خلال منابركم التفاعل الإيجابي اللي تتعرفوا النيابة العامة فيما يخص الشكايات والملفات اللي تتوضعها المنظمة المغربية لحماية المال العام في مواجهة كل ناهبي المال العام، كل رموز الفساد لا سمحتي رموز الفساد في هاد البلاد. ثم كذلك احنا نزل علينا القرار ديال السيد الوكيل العام مشكور، يعني بكل صراحة نتمين هذا القرار في تحريك الدعوة العمومية وإحالة الملف والشكاية والتقرير والوثائق المضمنة بالشكاية إلى الضابطة القضائية المختصة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وننتظر إن شاء الله الأسبوع المقبل للاستماع إلينا كطرف مشتكي كمنظمة مغربية لحماية المال العام في مواجهة رئيس جماعة مولاي عبد الله، رفقة مجموعة من الأطراف مشتكى بهم، منهم مقاولين، منهم بعض رؤساء الأقسام، منهم كانوا مسؤولين في الإدارة الجماعية سابقا واليوم أحيلوا على التقاعد. يعني هناك أطراف كثيرة اللي غادي يشملها إن شاء الله واللي غادي نساعده، لأنه لا من خلال الشهود لا من خلال بعض الموظفين اللي راه تينتظروا، يعني تينتظروا بحل طلوع الفجر أنه تجي الفرقة الوطنية للجماعة وتطلب مجموعة من الوثائق، وحنا مستعدين يعني نمدوا الفرقة الوطنية كل ما يستلزم من حجج وبراهين ووثائق يعني ومعطيات اللي غادي يوقفوا عليها واللي غادي يخرجوا يعينوها مجموعه من الاختلالات اللي عرفتها جماعه مولاي عبد الله، واللي تنعتبروا داخل المنظمه ان هاد الملف ديال مولاي عبد الله من الملفات الكبرى اللي راه حنا غادي متابعينها ليل نهار. يعني الشكايه غنتبعوها وغنتبعوا يعني المسار ديالها يعني من ألفها الى يائها. اكيد استاذ، واش رئيس الجماعه الحالي ولا السابق؟ لا، حالي يعني المجلس الحالي رئيس المجلس. حنا في المنظمه المغربيه حمايه المال العام وجهنا شكايه في مواجهته مجموعه من التهم الجنائيه، واللي عززها كذلك تقرير ديال المفتشيه العامه لوزاره الداخليه اللي توثق مجموعه من الاختلالات، اللي توثق مجموعه من الخروقات الماليه والاداريه والقانونيه. استاذ سقراط، المشاهدين تيسولوا على الصفقه ديال النقل المدرسي مع العلم انها كانت كورونا. نقول لك واحد القضيه، هذه من بين الاشياء اللي مدرجه في الشكايه، هو انه لما حل المفتشين ديال الاداره الترابيه الجماعه طالبوا بوثائق حجيه يعني لصرف هذه الملحه ديال ما يزيد تقريبا مليار سنتيم، وكان الرد هو انعدام الوثائق الحجيه، وكان الجواب للجماعه او طرف يعني الجمعيه ديال الرابطه او الفيدراليه ديال النقل المدرسي هو انه صرفت خلال النقل المدرسي، والحال انها كان الحجر الصحي كانت كورونا، ما كانت لا مدرسه ما كان لا نقل مدرسي. هذه من بين الملفات. هناك ملفات كبيره جدا من خلال منابركم ان تنوجهوا نداء للفرقه الوطنيه لتعميق البحث والوقوف على الاختلالات، لانه غادي يتصدموا
يعني بمجموعه من المعطيات مجموعه من هذه، وحنا مخلين بعض الاشياء ما بغيناش نطرقوا ليها، وسمحوا لينا ما بغيناش نطرقوا ليها في الاعلام، ما بغيناش نطرقوا ليها يعني كاينه سريه البحث، كاينه مجموعه من الامور ما يمكنش نخترقوها. نقدروا نعرفوا يعني المبلغ بالتحديد تقريبا استاذ؟ لا اكثر من هذا، انه حتى في الميزانيه حاليا ربما الدوره غاديه تكون عندهم واش اليوم واش غدا، يعني رفع من الملحه ما بقاش مليار في الميزانيه ديال هذا العام. والنقل المدرسي راه حسب المصادر اللي توصلنا بها انه تقريبا زاد واحد 500 مليون سنتيم اخرى للنقل المدرسي. فتنعتبروا انه المسؤول عن النقل المدرسي هو يعني الفاعل الحقيقي واللي هو اللي تيحرك الخيوط ديال ديك الجامعه، في حين ان الرئيس الجامعه هو تنعتبروه من خلال مجموعه من الامور اللي توصلنا بها هو محطوط يعني على شكل راه رئيس كمؤسسه كشخص، ولكن اللي تيدبر الشان الحقيقي واليومي هو اللي موراه واللي يعني مشتكى به، اللي عنده ما يسمى بالنقل المدرسي والميزانيات التي ترصد له. دابا انت غيعيطوا للصفقه الوطنيه، هذا ماشي مختلف. لا احنا تنتظروا الاسبوع المقبل او الاسابيع المقبله ان شاء الله. احنا بكل صراحه نزل علينا قرار تحريك الدعوه العموميه في مواجهتهم من طرف السيد وكيل العام للاستئناف، يعني نتمين هذا القرار. وهذه وبكل صراحه ودائما في كتاباتنا في لقاءاتنا في تصريحاتنا، لانه تنجبروا انه القضاء بكل صراحه كمؤسسه والنيابه العامه بالخصوص تتفاعل بجديه ويعني بجديه وفعاليه مع الشكايات اللي تتوضع على المنظمه المغربيه لحمايه المال. استاذ نقدروا نقولوا سالينا مع سنوات الرصاص، يعني اي واحد دار شي حاجه غيتحاسب؟ ماشي سنوات الرصاص، حاليا سنوات الفساد. الفساد هناك لوبيات، هناك لوبيات اصبحت متحكمه و يعني نسجت مجموعه من الخيوط وتمكنت من مفاصل الدوله والمجتمع. اللي خصنا كيف تنقولوا بجميع المكونات، ماشي غير المجتمع المدني، ماشي غير المواطنين، ماشي غير المنتخبين النزهاء، احنا ما نقولوش انه وسبق لي طرقت ليها، ما غنقولوش بانه كل شيء فاسد، كاينين ناس نضاف، كاينين ناس تيسيروا بحسن وبحكمه ديال التدبير المالي والاداري، كاينين ناس، وكاينين كذلك ناس اللي وثقتهم. حنا ما تنجيوش نوضعوا شكاياتنا غير هكاك الا لكانت مرفقه بمجموعه من التقارير اللي تتوثق حجيه وتتوثق يعني الادله كافيه في مواجهه كل ناهب المال. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.